ضيفنا النهارده قرر ان هو يتخلص من روتين حياته اللي فضل ملازمه فتره معينه. قرر بقى يتخلص من الروتين ده ازاي؟ بحاجه غريبه جدا، ان هو يسافر 15 دوله بالعجله. 15 دوله. مشرفنا النهارده المغامر المصري محمد عليوه. استاذ محمد عليوه، بصراحه انا مش لاقي اي كلام اقوله لحضرتك. احنا منبهرين. ده حقيقي. احنا بدأنا يمكن الحوار قبل ما نبدأ اصلا. حضرتك منورنا جدا، يعني شابو ليك، شابو على المجهود اولا اللي انت بتعمله، نوع من انواع كمان الرياضة المهم جدا، ثانيا انه بدأته بعد سن الخمسين، صح؟ انا بدأت 48، يعني دلوقتي انا عندي 51. ما شاء الله. ما شاء الله. طب احكي لنا بقى الموضوع جه معاك ازاي؟ ليه العجلة؟ ليه الشغف اصلا ان انت تلف دول بالعجلة؟ تمام. هو الحقيقه موضوع الشغف ده طول عمره موجود عندي، بس جيت بقى كده في اواخر الاربعينات، اللي هو يعني طول عمري قناتي المفضله ناشونال جيوغرافيك وديسكفري والكلام ده كله، وقاعد موقف المشاهد لحد في مرحله معينه بقى كده، اللي هو ايه يعني، طب ما خلاص دلوقتي اخر الاربعين واللياقه بتروح والسن بيتقدم، طب امتى هنتقل من المشاهد للفاعل للمغامر بقى حقيقي؟ فقعدت كده يعني كام شهر كده هوت الموضوع في دماغي، مع بقى الفيسبوك والكلام ده بقيت بتابع رحاله تانيين متابعه لصيقه جدا، وتحديدا كان في رحاله فرنساويه كانت بتعمل رحلة مشهورة بيقولوا عليها كايرو كيب، يعني بيروحوا بالعجلة من القاهرة لكيب تاون في جنوب أفريقيا، خدين خط أفريقيا ده كله كده. فبدأت أتابعها من أول ما دخلت السودان، وكنت بتابعها يوميا، اللي هو بصحى أفتح التليفون وصلت فين، عملت إيه، مشاكل واجهتها، بقيت متعايش معاها. وبدأت كمان حتى على الماسنجر بتواصل معاها لحد ما وصلت كيب تاون، زي ما اكون انا نفسي وصلت كيب تاون. بعد كده قلت طب دي واحده بنت ولوحدها وعدت افريقيا كلها، فهي مش يعني الموضوع مش كبير عليا. بدات بقى فعليا حد اسافر، فبدات افكر طب هسافر ازاي وايه انهي انسب وسيله. طول عمري بحب اركب العجل، يعني انا بركب عجل كتير، وايام الجامعه كنت بروح من البيت للجامعه بالعجل، يعني موضوع العجل ده. فبدأت كام سفرية كده قصيرة بالعجل، بعجل عادية، فما ظبطتش معايا، يعني ما بعد 40 50 كيلو كده وجع في الكتاف، وجع في الرقبة، وجع يعني. اوكي. فكانت لمحت العجلة ديت على الانترنت فترة من الفترات، وكانت لفتت نظري جدا. قعدت حوالي شهرين او ثلاثة بقى رجعت وبدرس المحطات المختلفة. هي العجلة دي ازاي؟ يعني هي فيها ثلاث، دي عجلة مجلس. عجلة اسمها ريكومبنت. ريكومبنت بالانجليزي يعني راقده، يعني عجله راقده، واحد بيبقى نايم على ظهره وهو سايقها. فدي ميزتها الكبيره جدا ان هي يعني ممكن الواحد يعمل مسافات طويله جدا ومفيش اي ما بتحسش، مش حاسس خالص، بالعكس. فبدات اشوف الماركات اشتريها منين كده لحد ما اشتريتها. مجرد ما اشتريتها الحقيقه كانت زي ما بيقولوا الحب من اول نظره، يعني لحظه ما قعدت عليها قلت خلاص انا العجله دي حالف بيها الدنيا فعلا. بس بدات بقى. وحلوه كمان للناس اللي ما بتعرفش تسوق عجل اصلا. ده هي بتبقى مسنوده صح؟ هو في منها كده ثلاث عجلات وفي منها بعجلتين بس، دي بقى اللي دي العجلتين دي اربعه كمان مش ثلاثه، يعني انت تبقى نايم وعلى عجلتين. لا ثلاث عجلات صح؟ دي مش ثلاثه، دي في عجله ورا كمان اللي هي فيها بقى الستاند بتاع الشنط صح؟ بالظبط.